كما أعلن الجيش الأمريكي أن طائرات أمريكية وأردنية أسقطت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على غزة. هذا وأوضح الجيش الأمريكي أن المساعدات التي تم إسقاطها على شمال غزة شملت أكثر من 36,800 وجبة. يأتي هذا بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن المساعدات التي يتم إسقاطها جوا بديل غير كاف للمساعدات نظرا لحجم الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع. Back a few times. Oh, let me show them how to do it.